عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات اخر عن اوض النهاردة. يا جماعة خليكم معايا، مش سيب لكم فتفوتة في المحل ده. محل شامل كل حاجة، الجاكار، قماش، السريدي، الاشكال الكبيرة كلها هي زي ما انتم شايفينها، وكمان اشكال الاطفال. عندك الكوفيرتا اللي عرض 2.75 متر، هنتكلم عليها باسعارها. هحاول الم لكم الدنيا علشان خاطر تعرفوا اللي موجود في المحل ده. وعندك الكوفيرتا اللي هي عرضها 2.40 متر ب120 جنيه، وده الجاكار اللي انا قلت لكم عليه. والكوفيرتا ام شرشيب دي 2.5 متر او 2.40 × 2.5 متر تقريبا، وده جزء للعملية. واستنونا نعمل فيديو جامد كده مع بعض بالنسبة للبرسول المفتوح، ومعاكي برسول مفتوح ومقفول، والهشير كمان بأشكاله مع الماتشنج بتاعه. ونقول بسم الله يا مطاوع. نعم يعني. هنبتدي كده بالساده. الساده طبعا كل الوان الساده عندك بفضل الله. بص المصري يعني بيقولوا ايه، زي ما بيقولوا من الابيض للاسود. تمام، اللهم صل على النبي. بصي من الابيض للاسود زي ما بيقولوا، وبين الابيض والاسود كل الالوان اللي انت تتخيليها موجوده. تخيلي وعيشي احلامك. ب 52 جنيه المتر، وعرض القماش ده بيبقى 2.40 متر، المصريه 2.40 متر، هتلاقي الثري دي 2.35 متر بالظبط. احنا قلنا دلوقتي المصريه ب 52 جنيه عرض 2.40 متر. جميع الالوان عندك، عندك الاصفر، الجنزاري، عندك اللون البطيخي، الاورنج، الزيتوني، الكحلي، البترولي، الكحلي اهوت، عندك الزهري، كل الالوان موجوده عنده. تمام، تيجي بقى الاشكال بتاعه الاطفال اللي انت شايفاها دي. عرض القماش بتاع الثري دي عشان تبقي عارفه 2.35 متر بالظبط. فال 2.35 متر طول السرير نفسه بيبقى 2 متر، فتاخدي عرض القماش في الطول بتاع السرير متر هيجي مظبوط الى حد ما. ففي ناس بتدور القماش وبتخلي الطول عرض والعرض طول لو الرسمه مش متحدده. لو الرسمه متصله ممكن تلعبي في المقاس دوت، لو الرسمه محدده زي الرسومات اللي قدامي دي ما ينفعش تلعبي خالص وتدوري الملايه. تمام، عشان في ناس بتشتكي ان الملايات بتطلع صغيره، علشان خاطر المرتبه بتبقى ارتفاعها عالي. فالمرتبه ارتفاعها عالي في الاطفال انا برجح الاستك. تعملي استك تطلع معاكي مظبوطه، العيل يتنطط على السرير مهما يتنطط الملايه ما تتحركش. ده رايي. ليكوا راي تاني بقى، اعملوا بقى 3 جوانب كورنيش عشان خاطر ما تتزحزحش خالص. ده الجزء بتاع ال 3 دي اللي هو الاطفال. المتر ب 55 جنيه كل الاشكال دي اهي عنده مطوع. ارقام التليفونات هسيبها لكم على الشاشه لو حابين تشحنوا من عنده، عنده شحن جميع المحافظات. تعالوا كده قبل ما اوديكوا على الكوفيرتا، تعالوا نشوف شكل الاشكال الكبيره. كل دي اشكال كبيره برضه، عرض القماش 2.35 متر. بناخد للسرير ال 160 تاخدي له 4.5 متر. عايزه تكبري شويه تمام، خدي 5.25 متر، بس انا من رايي 4.5 حلو قوي للسرير 160. لو سريرك اكتر من 160 تمام، لو سرير 170 180، من 5.25 متر ل 5 متر بالظبط. ده كده في الفلات هديكي كسم خضر. خدها ديتين ملايه كبيره جدا. دي اشكال الكبير زي ما انا بوريكوا. ده كده كل الاشكال الكبيره اللي عند مطوع. ركزي معايا شويه في المقاسات، لان انا بتكلم دلوقتي في الفلات. بالنسبه للاطفال لو عايزاها من غير كورنيش خالص وفلات 6 متر، حتى لو كبرتي مش هتيجي معاكي غير في الرسمه لو شقلبتيها زي ما انا قلت لك. ودي طريقه تعرف الخياطه شكل الرسمه ايه عشان تقول لك كم متر. تمام، لو عايزه تكبري يعني الملايه عن 6 متر هيديكي مخدتين وخدوديتين وملايتين. تيجي بقى على الاشكال الكبيره زي ما قلت لك، 5 متر سرير 180 او 170، من 5.25 متر ل 5 متر. فاحنا بنقطع 5 متر عشان بندي مساحه اكبر. يعني الشكل ده حلو قوي قوي، بصوا الشكل ده جميل جميل جدا جدا. في الثري دي نازل اهو، تحس ان هو اشكال من العمريه كده جميله. المتر برده ب 55 جنيه. تاخدي في الكورنيش على حسب. انت دلوقتي هتقطعي 4.5 متر لسرير فلات. لو انت هتدخلي ساده حطي كورنيش، شيلي نص متر من 4.5 يبقى جيبي متر كورنيش وجيبي 4 متر منقوش. عايزه تجيبي المخدات معاها ساده، وعايزه تحطي الخدوديات ساده، ده حساب تاني خالص.
عامة المخدتين والخدادتين بياخدوا 2 متر وربع. لو انت عاوزاهم سادة اطرحيهم من الـ4 متر ونص. لو انت عايزة تحطي معاهم حاجة منقوش حطي 0.5 متر عشان تعملي شكل. انا كده وفرت عليكي كتير لو بحيث ان انت اول مرة تشتغلي في الملايات. ده كده بالنسبة للملايات. نيجي بقى للكوفر، ده اللي عرضها 2 متر 75 سنتي. مش هفرد بس هقول لكم اللي موجود ايه. 2 متر 75 سنتي ب135 جنيه، ودي كل الاشكال اللي عند مطاوع في سوق الخميس المطاوع. تمام، دي بتبقى جاكار. يعني ايه دعاء جاكار؟ يعني بيبقى فيها رسمة ملسوعة زي ما انت شايفين كده ومحفورة. تيجي لغاية البيكة بقى هتلاقي عرضها 2 متر 40. 2 متر 40 عاملة 120 جنيه. ودي مش أشكالها بس، في أشكال كتيرة مختفية، وهسيب لكم التليجرام في صندوق الوصف بحيث انك دخلتوا التليجرام هشوف كل حاجة مفروضة. عنده الجاكار، الجاكار بكام؟ ب140 جنيه. عنده الشكل ده اللي جواه ذهبي، وعنده الشكل اللي جواه كشمير. دي ضاي بيرمي كشمير، وده بيرمي ذهبي، وده برضو بيرمي كشمير. في كل واحدة غير التانية خالص الشكل بتاعها. كده انا وضحت لكم الصورة. الاسترايب عنده الالوان اللي انتوا شايفينها قدام منكم دي بالظبط ب120 جنيه. في عرض 2 متر 75، في عرض 2 متر 40، ومعرفش الاتنين ب120 ازاي لان مطوع مع ناس. وانا بصور لكم المجمل بتاع المحل. دي الكوفرتات الجاهزه اللي يدوب تعمل لها من الجناب بس اوفر وتتنيها، وفي ناس ما بيعملوهاش كده خالص، بياخدوها يفرشوها على طول. دي بتبقى 2 متر ونص في 42 ب350 جنيه. عندك الالوان بالظبط اللي هي قدامك في الكاميرا دي 350 جنيه. وعنده جزئية اهي مايكروفايبر ب75 جنيه. منها الالوان دي، اللون ده حلو قوي، الطبيعة شكله جميل، والاشكال دي، والمروحة طيرنا ها علينا. الشكل اللي انا عملت منه تقريبا بس لون بصلي، هو هنا على زيتوني 75 جنيه. نيجي للعمرية، ده انا عملت منه طقم استك كان تحفة. العمرية عاملة 75 البرسل المفتوح، و85 البرسل ايه المقفول. القطه دي برده كانت عجباني قوي في فيديو قبل كده. كل الحاجات دي كانت مفروده في الفيديو اللي قبل ده، هسيب لكم برده اللينك في صندوق الوصف بحيث انك انت تشوفيها. كل الالوان دي نزل معاها الهشير بتاعتها، نزل معاها الزيتوني، نزل معاها الكشمير، نزل معاها البترولي، كل حاجه معاها الماتشنج بتاعها. لا هشير لا الزجزاج اللي انتوا شايفينه ده، ده كده زجزاج اهو بينت لكم من على قرب، وده برضو زجزاج. تمام، الهشير كده هوريكم دلوقتي الهشير. بصوا دي الوان الهشير اهي، دي كده الوانها. بصوا الموف، بصوا الموف في الهشير باين جدا. بصوا الرمادي اللي هو الفراني غامق، اللبني، بصوا اللبني حلو قوي. ده كده اشكال العمريه اللي عنده ما بين 85 وما بين 75 برسل مفتوح. كل الاشكال هتلاقوها مفروضه ان شاء الله باذن الله على التليجرام في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. وبالنسبه لعود الكبريت دي حلو قوي، الماتشنج بتاعها لذيذ، حبيتها بصراحه. ودي حبيتها جدا، حبيتها قوي مع اللون الاحمر ماتشنج، تلاتة مع بعض تحفه. واسيبكم واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده خفيف على قلبكم، ما تصيروش بدعوه حلوه، وبحبكم في الله.